محاضرتنا اليوم عن الفيرست اوردر لوجيك. بدنا ناخذ السينتاكس والسيمانتكس تبع الفيرست اوردر لوجيك، وتحديدا تركيزنا على السيمانتكس. المحاضره الماضيه اخذنا البروبوزيشنال لوجيك وطريقه الانفرنس ميثودز عليه. اليوم محاضره عن فيرست اوردر لوجيك، والمحاضره الجايه تحكي عن الانفرنس ميثودز تاع الفيرست اوردر لوجيك. طيب المحاضره هاي زي كل مره بنقول انها توجدوها على الموقع حاضر متصورة. هاي المحاضرة بتعكس شابتر 8 في الكتاب، كتاب التكست بوك تبع المادة، زائد اذر ماتيريال جبتها من هون وانا ألفتها وجبتها من هون ومن هون. تحديدا اخذت بعض السلايدز من بروفيسور انريكو فرانكوني من فري يونيفرسيتي اوف بلزانو في ايطاليا، بس طبعا مع تعديلات كثيرة عملتها عليها. طيب اول شيء واي فيرست اوردر لوجيك، احنا حناخذ هيك كم من سلايد عن لايش بدنا الفيرست اوردر لوجيك. بنعرف انه اللي بتعرفوه انتم لحد الان بروبوزيشنال لوجيك، واخذتوا الفيرست اوردر لوجيك في ماده الديسكريت ماثماتكس في السنه الثانيه. بنعرف انه احنا خلينا ندخل هون نعطي مثال. هلا في عندنا هذول الثلاث جمل، ميري از فيميل، جون is male. Mary and John are siblings. هلا لما نقول في الفرق بالبروبوزيشنال لوجيك بنقول Mary is female. كيف بنقولها احنا يا نورة هاي؟ بالبروبوزيشنال لوجيك. نعطيها بنقول بس بي كيو بروبوزيشن، كلها بروبوزيشن، يا ترو يا فولس، مظبوط؟ ما نقدرش نحكي اكثر من هيك. طب هاي كيف بنقولها احنا؟ كيو مثلا. طب وهاي؟ بي اند كيو. لا هاي مش بي اند كيو، هاي بتقول ميل وجون بخبروا بعض. هاي ما سي او دبليو او دبليو، بنعطيها بس رمز بروبوزيشن. هلا يعني بمعنى اخر بالبروبوزيشن لوجيك احنا بنحط ونشوفها كلها كقطعه واحده تحتمل الترو او الفولس، في شيء ثاني. هذا البروبوزيشنال لوجيك، بروبوزيشنز وبينهم اند اور والى اخره، في شيء ثاني. طيب لو بدنا نحكيها احنا بالفيرست اوردر لوجيك كيف بنقولها؟ ماري از فيميل، كيف نحكيها؟ ها فيميل ميل. يعني اذا عرفنا انها فيميل بتكون ماري، يعني فيميل هي بريدكت، هذا كونسبت وله ارجيومنت اسمها ميل. خلص بس هي بتجيب شو بتقول؟ ماري از فيميل، نورا از بيرسون، حمزه از ستودنت، فبنقول ستودنت حمزه بس، فبنشوفها كبروبوزيشن. وجون از ميل برضه ميل جون، وسيبلينكس هاي هاي ريليشن بين الاثنين ولا لا؟ وبعدين تتذكروا اخذنا الفيرست او ال ذير اكزيست والفور اول، وهذول البريديكيتس نحط بينهم اند اور، فصرنا نشوف الاشياء كبريديكيتس في البروبوزيشنال لوجيك، كبريديكيتس بينهم اند اور مش بروبوزيشنز. وهذول اللي بريديكيتس لهم كوانتيفيكيشن، لهم الذير اكزيست والفور. فبدي اقول everybody is male or female، كيف بقولها بالبروبوزيشنال لوجيك؟ فور اول. بالبروبوزيشنال لوجيك اكيود فور اول ميل بتكون واحدة، شوف فور اول اكيود يتمنى بيرسون فور اول كيو دبليو فور اول، هاي مش موجودة بالبروبوزيشنال لوجيك. بقدرش احكي جمل زي هيك، بقدرش اقول everybody، يعني في متغيرات هون، يعني كل واحد انواع، هاي كلها قطعه واحده بشوفها كبروبوزيشن ولا لا؟ وهاي اميل از نوت فيميل، اميل از نوت فيميل، ولا بتقدر تحكي هذا الكلام في البروبوزيشنال لوجيك. ليه؟ هلا ان فيرست اوردر لوجيك بتقول فور اول اكس
ميل اكس اور في ميل اكس كل اكس هي ميل هي في ميل والثانية فور اول اكس اف اكس از ميل ذن اكس از نوت في ميل هيك بحكي فيرست اوردر لوجيك ليه ها هلا هذا الكلام ما بقدر اقوله بالبروبوزيشنال لوجيك هلا هذا الكلام انا لايش بدي اقوله عشان اعمل ديدكشن شو يعني ديدكشن او انفرنس اثبت لحال واحد مش هم اثبت لحال واحد بضبك على الجميع يتحقق من الجمله بدي اقول ديدكشن يعني بدي اعمل ريزنينج يعني انفرنس يعني استنتاج حال واحد بطلع هلا بنشوف هلا في شيء اسمه فانكشن شو الفرق بين الفانكشن والريليشن يا أماني الريليشن بين تو اشي يعني شيئين صح شيئين الفانكشن يعني هو علاقة عامة يعني ما بنعرف حد جديد بتكون هي وظيفة مش طب هل الفانكشن ريليشن اكيد هل الريليشن فانكشن لا هو سبس لا يعني بعض انواع الريليشن بنسميها فانكشن طيب برادر اوف فانكشن ولا ريليشن فانكشن لا ريليشن طلع لما تقول برادر اوف نور كم واحد برجع كم النتيجه اكثر من واحد اكثر اذا رجع اكثر من واحد معناتها هاي ريليشن مش فانكشن طيب فادر اوف نور كم واحد واحد فيش واحد ماذر اوف نور طيب وايف اوف حمزه كم واحد بترجع حسب حسب في الدين الاسلامي ليش مش فانكشن ها صحيح ها ففي بعض بس عشان اورجيكم انه في بعض بقدر برضو احكي انه فور اول اكس بقول ميل مين مين؟ فاضل الـ X دائما هو أمين هذا اللي قصدي أقوله بقدر أحطهم جوا بعض بالطريقة هاي إذا كانوا function إذا كانوا function إذا كانوا function بس بس إذا كانوا functions بقدر أحطهم لأنه بترجع بس إذا بترجع أكثر من كيمي بقدرش أحطه ليه؟ هذا لحد الآن ولا إشي حكينا بس هيك دردشنا هلا بدنا ندخل على syntax تبع First order logic. First order logic. خليني أشرح السلايد اللي بعده بعدين أرجع لها. First order logic في عنا sentence. سوري أنا غلطت. Propositional logic. بدي أرجع Propositional logic وبعدين نشوف. شو Propositional logic؟ في عنا propositions زي ألفا وإبسلو ولا الآخرين. فهي هي عبارة عن predicate نقول زي father of x او مثلا brother of x او مثلا siblings x y ممكن يكونوا واحدة او ثنتين او ثلاث او لان هذا اللي predicate انا بعطيني predicate من ثلاث زي نقول registration student مثلا نقول حمزة كما مادة الـ AI كما في جامعة بير زيت كما لا بقدرش تقول لا دكتور ولا سنة رابعة هذا لا بزبطنش بعدين سيكشن رقم كذا جاء فيها 99 فيها هاي فيها 54 براميل صح نسميهم arguments ليه هلا لاحظي هون انه في عنا كمان في عنا البريديكتس في عنا بريديكتس في عنا النط نقدر نقول نط فاي يعني نط بريديكت معينه هاي بريديكت فبنقدر نقول نط نقدر نحط ان بين تو بريديكتس اور بين تو بريديكتس بنقدر نقول اف هاي ذن هاي بنقدر نقول اف اند اونلي اف اي سوري انا غلطت
انا غلطت غلطه كبيره جدا. انا كنت بريديكيت غلط وهي غلط بالسلايد على فكره. انا متاسف وبسحب الكلام. بريديكيت كان فيصل ايوه هاي بروبوزيشن انسوا هاي الكلمة انسوا هاي من هون لهون انسوها. ففي عنا هذول تو سيمبلز خذوهم كبروبوزيشن. نقول اليوم الدنيا مطر بكره في اضراب الاستاذ كلمنا كذا كذا بروبوزيشن اخذناها زي المره الماضيه هذول بروبوزيشنز. انا غلطت في السلايد هذول ايش بروبوزيشن لازم اعدل السلايد تبعي هذول عباره عن بروبوزيشنز. هذا ففي عندنا نط نقدر نقول نط بروبوزيشن صح. نقدر نحط ان نقدر نحط اور اف اف اند اونلي اف هذا هو قواعد البروبوزيشنال لوجيك. هاي غلط برضه انا متاسف. فيعني طلعوا بس انتوا شوفوا هذول كبروبوزيشنز وطلعوا على يمكن البيت ماشي يعني البروبوزيشن مش لا 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 ممنوع يتكلم هيك ممنوع يتكلم. فبالتالي شباب احنا عندنا بروبوزيشن وفي بينهم نط وام واور واف واف اند اف. هذا هو مكونات لغه البروبوزيشنال لوجيك. شو اضيف عليها عشان يصير فيرست اوردر لوجيك؟ اضيف عليها ثلاث شغلات. اول شغله هاي بطلت بروبوزيشن صارت ايش؟ بريديكتس. يعني بطلنا نشوف الحياه الدنيا كبروبوزيشن صرنا نشوفها كايش؟ كبريديكتس. زائد طبعا شو كمان ضفت؟ هذول الشغلتين هذا الفرق بين البروبوزيشنال لوجيك والفيرست اوردر لوجيك. هذا كله اخذتوه في ماده الديسكريبت. لاحظين؟ إيه هذا بس هاي مثلا اذ تقول افري ون ان ايتالي از سمارت فور اول اكس نقول ان اكس يعني اكس نقرا دائما هيك اكس ان ايتالي اكس ان فرانس هاي نقول سمارت اكس. ولكن بعض الناس الفرنسيين بس هذا المثال ليه؟ هلا نرجع على السلايد اول واحد عشان بس نكون ادق. هلا البروبوزيشن اذا في عندنا كونستانتس نقدر نقول في داخل البروبوزيشن مش شرط كمتغير ممكن تحطه ايش؟ ثابت كونستانت مزبوط. ففي عندنا ثوابت في عندنا فاريبلز في عندنا بريديكيتس في عندنا فانكشنز بس بتكون تقول دائما الفانكشن هو كمان بالمناسبه ريليشن ليه؟ ف التير اذا يا بيكون فاريبل يا كونستانت يا فانكشن. هذا بس اللي بدي اقوله. في حاله انه كان ما فيش فاريبل هون كلهم كونستانتس زي بقول مثلا كوليك اوف نور ونور كوليك اوف هنا في فاريبلز؟ لا هنسميها بحالها شو نسميها؟ ground term. فبتكون التير يعني بيكونوا البريديكتس اذا بيكونوا كل اللي فيهم كونستانتس مش فيهم فاريبلز بسميها ground. طيب هذا هو السنتاكس تبع الفيرست اوردر لوجيك. بس في شيء ثاني في اي سؤال لحد الان؟ طيب هلا بنيجي نحكي في الجد شو السيمانتكس تبع الفيرست اوردر لوجيك. شو يعني شو السيمانتكس؟ شو يعني معناها؟ يعني ها بدي ارجع هون هاي جملة بالفيرست اوردر لوجيك فور اول اكس ان اكس ان ايتالي اف اكس ان ايتالي ذن اكس از سمارت. شو الست شو بنقول؟ هي جملة تبعت الكبار شو يعني؟ شو يعني؟ حتى لسه هاي مكتوبة باللغة الانجليزية هاي بلغة الفيرست اوردر لوجيك يعني ايش بعرف معنى؟ يعني إذا لقيت واحد بطالي على طول بتعرف إنه ذكي. إذا لقيت واحد يعني هاي نسميها هون أنا شو كاية؟ يعني السيمانتكس يعني المعنى الدلالي للجملة. يعني
شو يعني السيمانتكس للفيرست اوردر لوجيك؟ يعني كيف نفهم كيف او شو المعنى الدلالي للجمل المنطقيه المكتوبه بالفيرست اوردر لوجيك؟ او بكلمات اخرى كيف نفسر الجمل المنطقيه المكتوبه بالفيرست اوردر لوجيك؟ How to interpret first order logic statements. نيه؟ هات نشوف قبل ما ندخل نشوف هذا المثال قبل ما ندخل كيف نفسر. هلا هذا شو فيه؟ تعرفوا ريتشارد قلب الأسد؟ اه تسمعوا فيه؟ ريتشارد قلب الأسد. ريتشارد قلب الأسد. بريطاني. بريطاني أخوه بكى هو اللي احتل القدس يعني هو غازي. أخو شو اسمه؟ نسيت اسمه أنا. هلا بجيب لكم إياه. أخو بكملك. فهاي ريتشارد حامل سير. هاي أخوه. جو أخو اسمه جون. وملك. طبعا. لما أنا قلت لك ريتشارد وجون. تخيل أنت دومين معين. تخيل توفي. تخيلت إنه ها شو هو؟ أخو. إنسان. ناحية؟ عبقرة هاي اجره الشمال خذها على جنب كمان هذا أخوه أو هذا شخص ثاني جون وهاي اجره الثاني ليه؟ وفي أراسه تاج شو الدومين؟ طيب الدومين هلا أنا حطينا حطينا دائرة حول الأوبجيكتس اللي إحنا بدنا نشوفها يعني شفنا شفناه كله كشخص بغض النظر حامل سيف ولا لا هيك مثال مثال ما فيش شيء شفنا يجرو شفنا هاي إذا أوبجيكت وهاي أوبجيكت شفنا أوبجيكت شفنا أوبجيكت وشفنا أوبجيكت ليه هاي الأوبجيكتس نسيت أحط هون على التاج ليه؟ طب أستاذ لو حدا تاني بيقدر يشوفها بشكل مختلف مثلا 100% أنا هيك بدي أشوفها بس كلامك صح 100% حدا ثاني بيقدر يشوف الماني أو السير الماني أو السير طيب إذا شو الدومين؟ الدومين بنسميه دالة دومين is a set of objects relations بين الأوبجيكتس أو functions بين الأوبجيكتس في حدا يقول لي ليش حطيت الفانكشنز خلص بنقول it's a set of objects and relationships between them اوكي ف object هاي الاوبجكتس شفت هذا الزلمة وهذا الرجل وهاي اجره وهاي اجره الثاني ولازم حطيت هون التاج ليه شو الريليشنز اخو انا شفت شو الريليشن هذا اخو ها اخو ها او ها كمان اخو بجوز اشوف اشياء ثانية. شو الفانكشنال او هي برضه ريليشن صح؟ بنسميها فانكشنال ريليشنز عشان بس نقول انها ريليشنز. انه ها هاي اجرو وها هاي اجرو الثاني مثلا. منين؟ خذوا هذا المثال احسن. هذا المثال مر عليكم هذا المثال انا جبته من كتاب الديسكريت ماثماتكس اللي مدرسكم اياه بالسنه. ذاكرينه؟ شو هون شايفين؟ مشهور هذا المثال عامله تارسكي واحد اسمه تارسكي عندنا دائرة ودائرة ودائرة هاي ألوانهم ما أعرفش كيف طلعنا الكاميرا غري وغري 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 وهاي بلاك بلاك بلو 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 ليه شو من الأوبجيكتس اللي هون طب قبل ما نقول شو من الأوبجيكتس هاتوا ناش نسأل هذا السؤال ولا نسأله نسأله ها شو من الأوبجيكتس؟ عندي بلوك أنا هيك شايف الدنيا طلع البلوك شو هم؟ عندي A B C D E F G H I J هذول بلوكس وعندي سيركل A B C A B C هذول سيركلز منيح؟ وعندي سكويرز شو هم؟ E و H و G وعندي تريانجل اللي هم F و D و I وعندي بلاك سوري بلو شو يعني بلو؟ كلر بلو
اللي هم A C و J وعندي Black اللي هم E و D وهذا لما جرب أنا هيك شايف أنا هيك شايف هلا بتقدر تقولي لي بقدر شو أشياء أخرى شو شايف كمان كده نورا ما تقدر شو بلا أشياء ثانية طبعا هاي objects هلا أنا بدي أشوف relations بدي أشوف same color A A و C مزبوطة A و J و J و C و C و J و B و F و يعني بناخذ كل لينين مش فاهم بعض حطيتهم أنا في سيم كلر طلع هون شي هاي بلاك بلو سوري سير سكوير هاي بعدين حطيت إيكوال وإيش حطيت الإليمنتس يعني الأوبجكتس ذن سيلف على فكرة أنا مش لازم أجيب هاي أنا لازم جبت هاي وحطيتها هون جبت هاي حطيتها هون جبت هاي حطيتها هون ليه؟ هذا الدومين يعني طلع الصف قدام شو شايف؟ كراسي أجهزة كمبيوتر طاولات ناس كنادر جاكيتات لابسينهم بقدر أشوف اللي بدي إياه ضواو بالسكر بقدر هذا هيك أنا شايف بعدين بشوف الريليشنز بين هاي الـ objects شو هم الريليشنز هون؟ سيم كلر حطيت السيم كلر حطيت الرايت أوف A تحت سوري A right of B يعني A على شمال على يمين B مزبوط؟ ها؟ أو A على يمين C أو إلى آخره أو left of بالعكس هنا طب كمان بقدر أشوف above إشي فوق إشي إشي تحت إشي مزبوط؟ هلا عارفين أنا شو شايف؟ أنا I am conceptualizing a domain هذا الدومين شايف كيف انا شو عملت conceptualization حلل عشان افهم انا عملت conceptualization مش تحليل انا ما حللتش انا عملت conceptualization لهذا الدومين هلا بقدر اشوف كمان اشياء اخرى علاقات بقدر اشوف ان علاقه ثلاثيه ان نبدأ نعد لهم N E 1 2 3 1 وهاي N H 2 2 بقدر أشوف ولا لا هلا بقدر أشوف بطء مش في أباب بقدر أشوف بطء بقدر أشوف الديار هذا بيعتمد على كيف إيش نظرتنا لدومين معين يعني بمعنى اخر تشدوش كثير انه سافش لهم لا هاي نظرتنا باختصار ليه لحد هون مفهوم انا كيف بتشوف الدومين هاي ست اوف اوبجكتس وعلاقات بينهم هاي ست اوف اوبجكتس كمان مره الاوبجكتس وكانه الاوبجكتس هيك وكمان العلاقات هذول بكتبهم بالطريقه هاي هذا نيجي نقول على انتو قاعدين بحط ستيودان بحط اسماءكم طبعا هم عندنا علاقات بينكم مثلا نقول نسيم كلاس بحط كل واحد منكم غيره بجوز حدا منكم صاحب الثاني طب شو احط فريند اوف شو احط هون مثلا بحط نور ونورة ليه بحط نور ونورة هم مثلا زملاء شو يعني يعني بالواقع شو موجود يعني بالواقع لازم تبقى حقيقه يعني هاي انعكاس للواقع اللي انا شايفه لا بعمل له كونسبتشواليزيشن واضح كنت بدي اسوي شيء طيب هلا هاتوا هاي بس مقدمه هلا هاتوا نشوف هاو دو وي انتربريت نرجع احنا نكون شو موضوعنا كيف نفسر او نعرف معنى الجمل المنطقية المكتوبة بالفيرس اوردر لوجيك مزبوط for all x
circle if x as a circle then x is above f. فسريها يا يعني كل الدوائر فوق الاف فسريها يعني اذا في عندي دائره لازم تكون فوق اف فسريها كل الدوائر يعني اذا شو يعني اذا بدي ادور على دائره انه بتطلع فوق اف شو معناه الكلام كيف بتفسريها طيب كل الدوائر خليها تناقش معها يعني كيف بتفسريها يعني انا كيف بدي اعرف انه هذا الكلام صح ولا لا يعني انه مستحيل تلاقي دائرة ما تكون فوق اف يعني تكون تحت اف او على يمينه او على شماله لازم تكون هات فوق هات يا هون سيركل اكس ايوه سيركل اوبجكت شو احط مطرح الاكس لا اي او سي يعني اف سيركل اكس على اف اف سيركل اكس هات نحط مطرحها اول شيء ايه اف اف از سيركل مظبوط اف از سيركل طيب ذن في لازم تكون اكس او اي سوري اي اباف اف مظبوط وين اف هاي مظبوط سي نفس الشيء ذن فور اول اي فور اول بدي احط هلا اكملهم ما دام فور اول لازم اكملهم كلهم بي بي از سيركل بي اباف اف مظبوط صح سي سي از ا سيركل اند سي از اباف اف مظبوط دي دي از ا سيركل نو طيب اي حط اي اي مش سيركل طيب اف از ا سيركل لا جي جي از ا سيركل لا اتش شو بسوي قاعد اذا ما جربهم كلهم تبعتنا بعدين هيش بعدين هلا هل فين اكزيست ليش جربهم كلياتهم وانت بتحكي فور اول سيركلز يعني كل الدوائر نجربهم كل الدوائر مش الاشياء الثانيه اي بس انت شو يعني تخيل حالك انت بتعرف ايش مش احنا استنى قبل تخيل حالك كمبيوتر الاوبجكت سيركلز قبل ما استنى ماشي اوكي اوكي بدك تختصري بس انا عشان اورجيكم انه باختصار عشان اعرف انها هي صح ولا غلط عشان اعرف ايش كمان جمله عشان اعرف انها صح ولا غلط ترى شو بتساوي هات بعد طلع اوكي فور اول اكس اكس از ا سيركل بروح على السيركلز اي بي سي اوكي اول شيء هاي السيركل موجوده في الدومين طلع يعني انا لازم اطلع هون بس مرات بطلع هون للتسهيل عشان اورجيكم الكونسبتشواليزيشن تاع الدومين بجوز احط هون انا معين فاول شيء هاي الكلمه موجوده في الكونسبتشواليزيشن تبعي موجوده لا اي سوري سيركل طيب باخذ كل السيركلز بعدين الابف موجوده موجوده هاي بعدين شو سويت انا وكاني رحت عملت ماب من اسماء البريدكتس اللي عندي شوف موجوده بالواقع ولا مش موجوده بالواقع ليه اول يعني المعنى اخر لما بدي افسر جمله بالفيرست اوردر لوجيك لازم شو اساوي اخذ اول شيء اسماء مش شرط اول شيء او ثاني شيء يعني مقصود باخذ البريدكتس اشوف انهم موجودات ولا لا بعدين باخذ كل فاريبل وبعكسه بطلع على الموجود بعوض وكاني بدي اعوض كل الكونستانتس محل الفاريبل هذا بعدين هذا البريدكت موجود اوكي هي موجود بعدين اكس باخذ كل البلوكات او السيركلز اللي هي الفاريبل بعدين اف طب اف شو اسوي فيها كونستنت بالتالي لما افسر بعمل عمليه ما بين من بريديكت للدومين صح بشوف بفحصها موجوده ولا لا بعدين كل فاريبل بروح على الواقع وبفحص انه موجود ولا مش موجود الكونستنت
بفحص انها موجوده ولا مش موجوده. بعد ما احقق هذول بقدر افحص بعد ساعتها جمله فسر. بمعنى اخر كنت بتسال شيء. لا كنت بحكي بس انه اذا كانت الجمله صح معناتها الجمله ثانيه صح. لا لا مش هذا المطلوب. خليك شو هذا لاحظوا بالبروبوزيشنالوجيك احنا ما شو كنا نساوي؟ ما كناش نفحص variables لانه فيش variables ولا constants. في ايش؟ proposition yes or no. هلا الانتربريتيشن الفورمال سيمانتكس بنسميه الفورمال سيمانتكس فورمال يعني عشان اللوجيك عشان مكتوب باللوجيك اللي بنفسر للجمل مكتوب الفيرست اوردر لوجيك كالتالي انه انا ما الانتربريتيشن سبيسيفايز ريفرنس تو كل كونستانت بعمل له ماب على وين كل كونستانت كل كونستانت بعمل له ماب على على اوبجكت بعدين كل بريديكيت بعمل له ماب على ريليشن طبعا هون اسمها بريديكيت هون اسم سميها ريليشن يعني مجازا يعني هاي مرات في الدوميه في الواقع بنسميها في ريليشن بين نوب ونوب هون صح بس لما نيجي نكتب فريند اوف بنكتب نسميها بريديكيت ريليشن عباره عن اكثر من بريديكيت فبتكون في مجموعه لا لا بس لما نكتبها بنسميها بريديكيت وبالواقع بنسميها ريليشن بس هاي مش شرط برضو يعني ما كل واحد يستعملها اكثر منها هذا برضو الفانكشنز بنعملهم ماب على فانكشنال ريليشنز طيب فانا اتوميك سنتنس اذا في عندي انا بريديكيت تفضلي انا هون بجوز بحطتش فانكشنز بس هاي كلام اللي بيرجع منه دائما واحد هذا ان اتوميك سنتنس اذا في عندي زي مثلا فريم اوف نور نور از ترو ان ا جيفن انتربريتيشن بنقول ترو انا شو بعرفني انا نور نور انه صح مو صح مش صح انا كاستاذ بعرف بعرفكم مش مزبوط بس انا واحد كان اجا فريند اوف نور نور هلا وين ده بيكون ترو اف اند اونلي اف ذا اوبجكتس ريفير تو باي واحد واحد يعني نور ونوره ار ان ذا ريليشن في الواقع انه في الواقع فعلا هاي موجوده يعني واحد كان جمله فريند اوف نور نوره كان جمله كاش صح تفسيرها المعنى الدلالي السيمانتكس تبعها فبيروح على الواقع بيفحص انه هل فعلا هم صحبه ولا مش صحبه هم اصدقاء ولا لا فاللي بتقوله انه هاي جايين احنا للتفصيل يعني هذا هو الانتربريتيشن ان انتربريتيشن ان ويتش ا فورمولا از ترو از كولد ا موديل هلا اذا كان تفسيري صح انه نور ونور صحبه هم معناته الحالة هاي هم موديل لمين للفريند اوف موديل احنا شو صرحنا شو الموديل المرمى طيب مور فورمالي هلا بدي احكي مور فورمالي اضبك انفورمال الفيرست اوردر انتربريتيشن انا هون كله قاعد بشرح كيف شو الانتربريتيشن تاع الفيرست اوردر لوجيك او نسميه الفورمال سيمانتكس أو الـ first order semantics is the same. Interpretation بنسميه هاي interpretation مرموز له كيف يا أنا ده تمام سوري. I an interpretation I شو في مكان بالinterpretation الدومين و وهاي function هاي function هاي function شو يعني function؟ فانكشن زي اللي بتعرفوه بالبرمجة فانكشن بيعمل ماب من إشي لإشي من إشي لإشي ها شو الإشي من individual constants to elements to objects لات الدومين فلما بقول A لما بحط هاي الـ I فوق الـ A معناها شو الـ interpretation تبع A شو فانكشن الماب شو الـ انتر هاي كلها يعني قصدنا هاي دوت إنك أنت بتحط اي شيء بتحط الاي يعني نقراها الانتربريتيشن تبع ايه الانتربريتيشن تبع يعني واحد قال كلمه نور نور
شو بتحط مور فوق اي؟ شو يعني شو الانتربريتيشن تبع نور؟ شو اوبجكت موجود لك موجود بالواقع ينتمي الى الدومين. لحظه، ينتمي الى الدومين. يعني ارجع هون، شو الانتربريتيشن تبع اي تبع اف؟ هلا الانتربريتيشن تبع اف هل ينتمي للدومين؟ هاي البلوكس هي اي اف صح مزبوط. يعني طب ما هو بلكي واحد حط لي هون دبليو، اذا واحد حط لي دبليو شو بعرفني؟ اها، فبقول دبليو الاي لا تنتمي ل الدومين. لاحظيا لا تنتمي للدومين. ف اذا شو الانتربريتيشن؟ هو فانكشن بيعمل ماذا؟ من الكونستانس للدومين، يعني لازم يبقى موجوده في الدومين. وبعدين البريديكيتس للريليشنز في الدومين، والفانكشنز لا فانكشنال ريليشنز في الدومين. فهمتوا علي؟ نعم. هلا كيف في كمان ناخذ شيء هلا الانتربريتيشن. هاي شوفوا مثلا الانتربريتيشن، اذا قلنا هاي شو الانتربريتيشن تبع كل الهاي؟ تخيل هون فريند اوف نور اورورا، كلها شو الانتربريتيشن تبعها؟ شو تفسيرها بالواقع؟ شو معناها الدلاله؟ طلع هو اول شيء طلع كلمه ريليشن اوف بريديكت، اسم البريديكت، اسم هل هو موجود بالواقع؟ فريند اوف موجود ولا ها؟ ف يعني الانتربريتيشن تبع كل هاي هو يساوي الانتربريتيشن لاسم الفانكشن ولكل واحد فيهم. بالظبط. فهمت علي؟ زي هون شو الانتربريتيشن تبع سيم كلر؟ اي وجي. لا سيم كلر. سيم كلر لها انتربريتيشن، والاي لها انتربريتيشن، والاي لها انتربريتيشن. لازم ينتمي للدومين. هل هاي لازم ينتمي للدومين؟ بالظبط. يعني هاي بتساوي انه هاي لازم تنتمي للدومين. فهمتوا علي؟ طيب نقول لو في عنا انتربريتيشن معين انتيلز هاي، هل الانتربريتيشن تبع حمزي مثلا، هل اللي فسره حمزي انه فريند اوف نور مورا صحيح؟ حسن اذا او لا اذا كان فعلا إذا كان فعلا نوع كل كتبل هاي كتبل أول شيء كلها موجودة وين؟ في الريليشن. يعني لو هاد نشوف هاي الانتربريتيشن مثلا تبع حمزة إنه إيه سيم كلر مع الجي، هذا بيكون صح إذا الاي والجي انت طبعا هذول برضه بدهم انتربريتيشن ما هم ينتموا الى الانتربريتيشن تبع سيم اي. يعني نرجع، هل الابوف اكس اف لازم يكون في اكس اف جوا؟ هل الابوف اكس اف اكس احنا اخذنا مثلا اي واف هل A above F يعني عندنا هاي above A F صح؟ ودي أفضل منقول هل حمزي بقول سوري interpretation تبع حمزي هاي بتكون صح إذا كان إذا كان أول إشي A و F موجودة موجودات في F وال above منقول interpretation تبع above هذول كتب الـ A و F موجودات مزبوط؟ سيم كلر A و J قبل شوي كنا سيم كلر في السيم كلر هل في عندنا A و J؟ هاي فلازم تكون موجودة.
يعني باختصار التفسير الجمل المنطقية، لما نفسر الجمل المنطقية بالفيرست اوردر لوجيك نيجي بناخذ أول إشي الكونستانس، نشوف إنه فعلا موجودات بالواقع. يعني واحد بقول كل في، يعني هاي أنا مثلا نقرأ واحد زي هيك، في سكوير بلاك بلاك إكس، ها مش بلاك شكلها، طيب نسألها for all X. هلا إذا X is a circle، إذا X is a circle في square واحد من نفس لونها، كل circle في square واحد من نفس لون، من نفس لونها. ها هلا بس انا طلعت هون وفحصتها هي صح. هلا انتوا بالضبط شو اللي سويتوه؟ عملتوا ما هيك هيك معناته انتربريتيشن، عملتوا ما من الفاريبل، اخذتوا A اخذتوا C اخذتوا B صح، اخذناها فعملنا ما الفاريبلز لانه فيش كونستنس. عملنا بقى الفاريبلز لوين؟ لاوبجكت في الدومين صح. بعدين شو سوينا كمان؟ كمان هاي الفاريبلز فحصناها. بعدين قلنا هل اكس از سيركل؟ وهل في واي سكويرز؟ هاي سكويرز بعدين لهم ذا سيم كلر. فعملنا ماب، كل مره بنعمل ماب هل موجود الواقع ولا لا. هذا هو تفسير معناه الانتربريتيشن. مليح؟ طيب هلا هل الانتربريتيشن انتيلز انه اي از سيركل؟ انتيلز انه الاي از سيركل صح؟ هل الانتربريتيشن بس ما انتيل انه اتش از سيركل؟ صحيح. فبكتبها بطريقه هاي. هل الاي انتيلز انه جي جي او اتش سيم كلر؟ هل اي اباف بي؟ اي above A لا، يعني A does not entail، هيك نقرأ A does not، ها entails مفهوم؟ طيب شوف هذا المثال، دومين ثاني طاولة وعليها بلوكات A B C D E. ها هذا المثال على فكرة اللي عامل اللي عمله برضه هو اللي عمل هذا كتارسكي، مع انه عدة كتب تحكي عنه. ففي عندي بلوك relations. هلا شو الانتربريتيشن تبع بلوك؟ مجموعة البلوكس. شو الانتربريتيشن تبع اي؟ تبع اباف، كل شيء اباف شيء، كل شيء بالدومين. شو الانتربريتيشن تبع كلير؟ يعني انه ما فيش حظاهر شيء. ها كذا. شو الانتربريتيشن تبع تيبل اللي هي اللي على سطح الطاولة، ملامسة الطاولة سي يو اي مضبوط؟ هل الانتربريتيشن انتيلز انه A is block؟ yes. If لا. طيب انه B above E؟ لا B مش above، هاي B وهاي E في الابوف. فلا لا فمكتبها does not enter. فهمتوا علي كيف الفكرة؟ طيب هلا بدنا ناخذ شغلة، انه لما في اشي بنسميه ال variable assignment ايش يعني؟ انه انا بكون عندي مجموعه من، يعني عشان لما اجي افسر جمل مكتوبه الفيرست اوردر لوجيك بدي اعمل فانكشن، بدي اعمل برنامج اللي بترجم، سوري مش بترجم، بيعمل اساين يعني بيعوض، برنامج بيعمل تعويض. وين بشوف في فاريبل بيعمل بتروحوا تعويض. مش قبل شوي هناك لما كنا نقول اكس از سيركل اكس صرنا نعوض. هلا بكون عندي مجموعه فاريبلز وفي عندي فانكشن اسمه ايش؟ الفا. الفانكشن هاد بوخ الفاريبل وبعوضه في الدومين. هلا كيف بنكتبها؟ نقول اذا بدنا نعوض، يعني هاي بس كيف بنكتبها؟ نكتب الفا اكس على دي. شو يعني؟ يعني البرنامج الفا
عوض اكس عوض دي تو اكس. هلا انتربريتيشن هلا تعالوا كيف يعني بدنا نزيد شوي هلا بنقول مش بس بنقول شو الانتربريتيشن تبع اكس هلا شو الانتربريتيشن تبع اكس والالفا هاي برنامج اللي عوض القيم مطرح اكس يعني بيجي الفا كبرنامج بعوض مثلا قيمة اكس قيم لاكس وبعدين نعمل الانتربريتيشن ملاحظين؟ فلما بقول A هاي اذا كانت اي فاريبل اذا كانت كونستانت فيش تعويض الفا برجعها هي مظبوط؟ طيب هلا نفس الكلام السابق الساتيسفايبلتي اوف اتوميك فورمولا لو في عندي هلا هيك بنصير نقول مش بس بنقول الفا انتيلز بنقول الفا باستعمال برنامج التعويض ها انتيلز البريدكت ها مثلا انه سيم كلر او انه فريند اوف نور ونورا اف اند اونلي اف لاحظ انه بنحط على كل فاريبل الانتربريتيشن تبعه باستعمال برنامج التعويض ها كمل يعني وكانه بنعوض مطرح كل الفاريبلز بعدين بنعمل لهم المابينج فاهمين علي؟ ماشي طيب والفاريبل اسايمنت هاي بس مثال اخر هاي نقول خلينا نقراها اللي هو الساتيسفايبلتي بتاعت الفورمولاز شو يعني ساتيسفايبلتي؟ يعني الها على الاقل موديل واحد بحققها او معناها ليس هناك ما يمنع تحقيقه تذكروا مثل بي اتش دي ستودنت يعني وين لما كان انساتيسفايبل لانه وجد هناك في كل الحالات ما يمنع تحقيقه فبنسميه انساتيسفايبل هلا الساتيسفايبلتي تبعت الفورمولاز ان انا لو في عندي انتربريتيشن معين مع برنامج تعويض خلينا نسميه هاي انتيلز هاي اف اند اونلي اف انها موجوده بالواقع وهاي if and only if إن هاي مش ما does not is not intended طلعوا ما إنه لما بقول ال interpretation مع الألفا برنامج التعويض intends not phi هذا شو معناته بالواقع أو وين تكون صح إنه هذا البرنامج مع التعويض does not intend ألفا مع ما وهاي بتكون am لما بتكون هاي انتيلز الفا كمان بنفس الوقت انتيلز ابسيلون او ابسيلون بنرفضها والاور لما بتكون برضو هاي اور هذا طلعوا بنقول انتربريتيشن انتيلز سوري انتربريتيشن مع برنامج التعويض او الفانكشن ده اللي بعوض انتيلز فور اول اكس مثلا سيركل اكس فور اول اكس كل شيء او نقول كل الموجود فور اول اكس ستودنت اكس وين بتكون هاي صح اذا كان فور اول دي تنتمي في عندنا دي تنتمي لمين للدومين وفي عندنا الانتربريتيشن من برنامج التعويض بعوض هو بعوض اكس دي مطرح اكس انتيلز هاي العلاقه وذير اكزيست انه فور اول فور اول دي في كل الحالات اسمعوا هنا ما فيش شيء ماجيك فيش سحر مش شيء جديد بتعرفين بس احنا كنت شو عارفين شو بتعلم كنتوا تعرفوه انفورمالي هلا احنا بس بنحكيه فورمالي هذا الكلام كله في المدرسه كمان بتعرفوا بالمدرسه بتعرفوا معناه بل لا احنا بنذكره بنوصفه بطريقه بريسايز على الاخر فورمال طيب احنا مفروض شوي بنخلص ساتيسفايبلتي اند فاليديتي شو معنى شو يعني فاليد دائما فاليد انه اف افري في كل التفسيرات او في كل الانتربريتيشن ذير از موديل لا لا الفا اي سوري فاي
طيب شو يعني ساتيسفايبل؟ انه في انتربريتيشن في انتربريتيشن ساتيسفايبل يعني انه في على الاقل تفسير واحد تفسير واحد لا ديروا بالكم الانتربريتيشن في عندنا اكثر من انتربريتيشن مش يعني الانتربريتيشن مش شرط يبقى فانكشن سوري فانكشن بس مش شرط يبقى مرات الدومين بتغير يعني طلعوا هنا افرض انه بدلت انا تبديلات معينه افرض اني بدلت تبديلات معينه كلمة هاي حطيتها هون وهذه حطيتها هون إلى آخره. إحنا بنحكي بالواضحة هاي الانتربريتيشن تبعها. فلا بصير في انتربريتيشن ثانية. فمنقول هاي الجملة ساتيسفايبل. منقول فاي إذا ساتيسفايبل. وأنت لما بكون في انتربريتيشن معين بحققها. منقول انساتيسفايبل لما بنقدرش نلقي لها ولا انتربريتيشن. حققها ونقول فولسبل if there is some interpretation يعني في على الأقل interpretation does not إذا في some بتكون فولسبل إذا في واحد يعني نقول هي كتاب لو عندي أنا جملة بتقول كل الطلاب كل طلاب جامعة بيرزير لازم يكون معهم هويات and should be under 10 years old كل طلاب جامعة بيرزير لازم يبقى حامل هوية ولازم يكون عمره أقل من 10 سنين مستحيل تقدر تلقي لها موديل حقيقي هاي؟ أنا بدي تقدر تلقي لها موديل خليك معي بس انا بفهمك اياها تلقي لها موديل حقك ها لا نو no. في كل الحالات اتس ان ساتيسفايبل ذير از ايه سوري اف فاي از نوت ساتيسفايبل يعني فيش ولا موديل بقدر احققها مش ممكن بقى لما بقول ساتيسفايبل معناته في موديل واحد بقدر احققها طيب فولسبل لما بقول انه كل طلاب جامعة بير زيت من جنين قد يكون أو قد يكون لا ففي على الأقل حالة واحدة قد يكون على الأقل حالة واحدة فولس أي فولس أقول لا قصدي فور أول يعني كل طلاب جامعة بير زيت من جنين هيك أنا قلت هلا هاي ساتيسفايد بالجملة لانه ممكن اذا اجى طالب واحد من جنين تحققه صح بينما فولسبل شو يعني فولسبل يعني في ولو حاله واحده بتزبطش سوري كان تعبت صح there exist لما بقول واحد غلط اوكي واحد غلط لا فور اول كل طلاب جامعه بير زيت من جنين معناته إذا أنا جيت على حالي واحدة مش من جنين معناته فولسبل هذا ذلك لما بقول كل طلاب جامعة بير زيت هيومنز لازم واو دائما فاليد صح؟ طيب هاي هذولا طبعا بالواقع تنسوش إنه هلا تعلمتوا شو يعني آي شو يعني آي؟ انتربريتيشن وهاي فانكشن للتعويض هاي ايش هي؟ فانكشن للتعويض طيب الايكوفيلنسز هاي بنقول الجمله ايكوفيلنت سوري ما فهمت بنقول الفا ايكوفيلنت لا ابسود اي اذا في عندنا هاي الانتربريتيشن ها اذا لهم نفس الانتربريتيشن كيف انا بقول هلا الانتيرمنت خليني اقرا هاي البروبريتيز هذول كلهم اخذتوهم بدي اعملهم سكيل وهذول كمان اخذتوهم انه مثلا فور اول اكس such that الفا ام جام ابسيلون تساوي شو الفرق بين هاي وهاي ولا شيء بس الحالات اللي بكون فيها ايكوفالنس طيب هلا
في عندي أكمل سلايد هذول بتقرأهم هذول عادة أنا بشرحهم مش بس هاي أمثلة لقراءتكم أنتوا تقرأوهم هاي مثلا for all x y parent x comma y if and only if child x y إذا بيكون منقول x parent of y إذا كان y child of x صح والعكس يعني if and only if الفاذر for all x y إذا كان x father of y if and only if إنه x parent of y و x is male ها و x is male هلا daughter بنقول x daughter of y شو اسم أبوك أحمد بنقول نورة هون نحط نورة daughter of أحمد إذا أنا أولف إذا نورة بنت أحمد يعني child of female سوري daughter أنا معناها يعني الأم من جهة الأم أوكي أنصر فعلى أي حال اللي بورجيكم إياه أنا هاي كتبت شغلات كثير هذا زي البرولوج كيف البرولوج؟ تعرفوا البرولوج أنتم مسؤولوا حالكم محاضرة رجعوا عطيكم مشروع البرولوج بدوش إشي شافي كيف؟ نبدأ نكتبهم بالآخر مثل كويري نقدر نعمل كويري زي الطريقة هاي طلعوا عليهم حالكم هاي مثال آخر للي بده مطلوب هذا طبعا منكم بس عادة ما بنزلش أنا أشرح بالتفصيل في أي سؤال؟ بدنا نسأل على موعد الامتحان الفارس لا في أي سؤال على المادة هنا؟ في أي سؤال على المادة هون؟ كله مفهوم؟ آه شو أخذنا اليوم؟ السيمانتكس والسيمانتكس تبعته شو السيمانتكس تبع كيف شو يعني السيمانتكس؟ إيه شو يعني السيمانتكس؟ سوري معناه في الحقيقة يعني كيف أفسره كيف أفسره حمزة يعني حسب إذا كان موجود في الدومين بنعمل مابي interpretation is a function that maps constants to objects و variables to objects و predicates to relations طبعا هذول في الدومين و functions لا functional relations برضو في الدومين بس وبتكون الجملة satisfiable إذا كان إلها على الأقل في إلها موديل بحققها وبتكون unsatisfiable إذا ولا موديل بحققها وبتكون falsable إذا واحد ما حققهاش تكون falsable بتكون valid محاضرة جاي نأخذ كيف نعمل استنتاج أو inferencing أو reasoning ب first order logic يعطيكم العافية